لدينا توظيف الاشتقاق في التقريب الخطي. في الواقع طلاب، عند حساب قيمة دالة F عند نقطة من مجموعة تعريفها، نلجأ إلى تقريب هذه القيمة، تقريب النقطة. مفهوم التقريب استبدال الدالة بدالة أخرى. شريطة أن يكون حساب قيمة هذه النقطة وفق الدالة الجديدة أسهل. ومن أشهر طرق التقريب لدينا مفهوم التقريب الخطي، استبدال الدالة بدالة المماس. إذن قد لا نستطيع حساب قيمة دالة F بدقة عند قيمة A، يعني عند نقطة A من مجموعة تعريفها، لذلك نلجأ إلى حساب تقريب لهذه القيمة. سوف أقرب هذه القيمة؟ نعم. كيف سوف يتم التقريب؟ باستبدال الدالة بدالة أخرى. شريطة أن يكون حساب قيمة الدالة الأخرى أو الدالة الجديدة عند A أكثر سهولة. ومن أسهل طرق التقريب هي طريقة التقريب الخطي. نعم، أنا بهمني التعريف، كيف راح طبق التعريف؟ انظروا جميعا إلى مفهوم التقريب الخطي وفق التعريف. في الواقع، إذا كانت لدينا الدالة F اشتقاقية عند النقطة A من مجموعة تعريفها، طبعا باعتبارها اشتقاقي إجباري الـ A من مجموعة تعريفها، نعم، عندئذ عبارة التقريب الخطي للدالة F في جوار الـ A هي، أعيد، إذا كانت الدالة F اشتقاقية عند، المقصود بكلمة عند يعني في جوار، يعني حوالي، نعم، إذا كانت الدالة F اشتقاقية في جوار نقطة A، هي النقطة الشهيرة راح تكون، إذا كانت الدالة F اشتقاقية عند نقطة A من مجموعة تعريفها، نعم، عندئذ عبارة التقريب الخطي لهذه الدالة في جوار الـ A هي F الـ A زائد H، والتي تساوي تقريبا F الـ A زائد الفتحة A بـ H. ما معنى هذا الكلام؟ لاحظ، هاي عبارة التقريب الخطي اللي هي أساس الدرس، هاي لازم الكل يحفظها. إذا كانت الدالة F اشتقاقية عند نقطة A اللي هي راح تكون نقطة شهيرة من مجموعة تعريفها، عندئذ عبارة التقريب الخطي لهذه الدالة في جوار النقطة A هي F الـ A زائد H يساوي تقريبا F الـ A زائد الفتحة A بـ H. طلاب، أنا راح أحسب قيم لدوال عند نقاط صعبة شوي، يعني بدي أحسب قيمة لدالة عند 1.001. نعم، هاي القيمة هي سوف تمثل على التعريف A زائد H. الـ A راح تكون النقطة الشهيرة. ما هي النقطة الشهيرة القريبة من 1.1 بالألف؟ لو سألتكم سؤال، بدي عدد قريب من 1.1 بالألف، من هو؟ نعم؟ واحد. ممتاز، يعني واحد فاصلي شيء بسيط، واحد. الأش هي المسقط الجوار، هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن الرقم اللي بتوصل لي النقطة الشهيرة بالنقطة المعطاة. أشهر قديش لازم تكون؟ 0.001، 1 بالألف أو 0.001. يعني النقطة المعطاة تكون A زائد H، النقطة الشهيرة ال H هو اللي راح يكون نص قطر الجوار، أو هو العدد أو القيمة اللي راح توصل النقطة المعطاة، أو اللي راح توصل النقطة الشهيرة بالنقطة المعطاة. لدي عبارة التقريب الخطي F الـ A زائد H تساوي تقريبا F الـ A زائد الفتحة A بـ H. كيف سوف أوظف هذه العبارة؟ لنتناول 5 أمثلة في هذا الجلسة إن شاء الله. لدي المثال الأول، يقول المثال: قال يكون لدينا R عدد نسبي، R من مجموعة الأعداد النسبية Q أو الأعداد العادية، ولتكن لدي الدالة Fx التي تساوي 1 زائد X أس R. لدي R عدد نسبي والدالة Fx التي تساوي 1 زائد X أس R، حيث F
من ناقص واحد لزائد لأن هي مستقرها R. هم يطلبوا يكون مجال الدراسي من ناقص واحد لزائد لنهاية. ما هذه الدالة معرفة على كل R، ولكن بناء على طلبه مني هكذا يريدون مجال الدراسي، لحنا معنا مشكلة. قال اكتب عبارة التقريب الخطي لهذه الدالة عند A يساوي صفر، يعني في جوار الصفر. يريدون عبارة التقريب الخطي لهذه الدالة في جوار الصفر. الدالة المعطاة طلابنا fx التي تساوي 1 زائد x أس R. نعم، هذه الدالة fx التي تساوي 1 زائد x أس R. أريد عبارة التقريب الخطي لهذه الدالة في جوار الصفر، أليس كذلك؟ أريد عبارة التقريب الخطي لهذه الدالة في جوار الصفر. كيف سوف احسب عبارة تقريب الخطي؟ عبارة التقريب الخطي للدالة في جوار نقطة A، شو هو القانون؟ هذا القانون بدي احفظه، F الـ A زائد H يساوي تقريبا F الـ A زائد فتحة A بـ H. النقطة الشهيرة هي A، والـ H هي العدد اللي بدي يوصل لـ A بالنقطة النقطات. هون أنا ما أعطاني نقطة، نعم أعطاني نقطة شهيرة وبدو التقريب حوالها، يعني أنا عندي هاي الصفر يريد قيم هذه الدالة على مجال مفتوح ضيق عند الصفر، نعم مركز الصفر. نعم طبعا آلية الحل، انظر إلى الحل، أقول في الواقع أن هذه الدالة اشتقاقية على مجال دراستها اللي هو من ناقص واحد زائد نهاية. هاي دالة اشتقاقية على مجال دراستها من ناقص واحد حتى الزائد ما لا نهاية، ومشتقها الفتحة X التي تساوي R بواحد زائد X أس R ناقص واحد. أقول هذه الدالة اشتقاقية ومشتقها، ما هو مشتق واحد زائد X أس R؟ بذكرني بمشتق J أس R، اللي هو مشتق J أس R على قوس فتحة R بJ أس R ناقص واحد، يعني R بواحد زائد X أس R ناقص واحد بمين؟ بمشتق القوس، يعني هون بجي فتحة، مو هيك؟ باعتبار القوس واحد زائد X مشتق واحد، لذلك الفتحة X هي R بواحد زائد X أس R ناقص واحد. هذا هو الدالة المشتقة لها. عبارة التقريب الخطي لها في جوار نقطة A هي مين؟ F الـ A زائد H تساوي تقريبا F الـ A زائد الفتحة A بـ H. الـ A هو قديش بده ياخذها طلاب؟ صفر صفر صفر. أقول عبارة التقريب الخطي لهذه الدالة عند الصفر، يعني في جوار، يعني حوالي الصفر، هي F الصفر زائد H يساوي تقريبا F الصفر زائد الفتحة عند الصفر بـ H. F الصفر زائد H يساوي تقريبا F الصفر زائد الفتحة عند الصفر بـ H. خلوني أعوض معلش، F الصفر زائد H يعني هي F الصفر، راح أعوض، والتي تساوي طبعا هون F الصفر زائد H تساوي F H، مو هيك؟ تساوي F الصفر زائد الفتحة عند الصفر بـ H. F الصفر راح أعوض في عبارة F X كل X بصفر، يعني بكل صراحة واحد زائد صفر أس R يساوي، نعم عفوا، وبدي أعوض كل X بأش، F الأش تساوي F الصفر واحد تساوي تقريبا طبعا واحد زائد صفر أس R زائد الفتحة عند الصفر، هذا هو جسم المشتق راح أعوض فيه طبعا لك، وأنا كون حاسب المشتق مشان نزل مباشرة على التعويض. R ب 1 زائد 0 أس R ناقص 1 ب H، أليس كذلك؟ إذا لاحظ عوضنا، لاحظ عيني، F ال H تساوي تقريبا F الصفر، هاي كانت F الصفر مو هيك، زائد الفتحة عند الصفر ب H. F الصفر هي 1 زائد 0 أس R، الفتحة عند صفر R بواحد زائد صفر أس R ناقص واحد بمين؟ بـ H، نعم هاي H، نعم لاحظ F الـ H هي مين؟ راح أعوض فيها هي واحد زائد H أس R، واحد زائد H أس R تساوي تقريبا واحد زائد صفر واحد أس R،
زائد R بواحد أس R ناقص واحد بأتش. الواحد زائد R الواحد أس R ماذا تساوي طلاب؟ إذا بدي أرفع العدد واحد لأس إيش قد الناتج؟ واحد. ممتاز. واحد زائد H أس R تساوي تقريبا واحد زائد R H، وهي عبارة التقريب الخطي لهذه الدالة عند الصفر. هذه عبارة التقريب الخطي لهذه الدالة عند الصفر. واحد زائد H أس R، واحد زائد H أس R تساوي تقريبا واحد زائد R بH. واحد زائد H أس R يساوي تقريبا واحد زائد R بH. في الحقيقة طلابنا هاي علاقة بيرنولي، علاقة بيرنولي بيستخدموها الفيزيائيين في بحث ميكانيك السوائل. نعم نتذكر نظرية بيرنولي، موجودة عندكم في البكالوريا نظرية بيرنولي في ميكانيك السوائل. كل ما زادت سرعة السائل قل ضغطه. نعبر عنها رياضيا بعلاقة بيرنولي، واحد زائد H أس R يساوي تقريبا واحد زائد R بH. هاي علاقة بيرنولي استخدمها في ميكانيك السوائل، علاقة بيرنولي استخدمها في ميكانيك السوائل. نعم اذا لاحظ عبارة تقريب الخطي لهذه الدالة، وعوض في علاقة التقريب الخطي F الـ A زائد H يساوي تقريبا F الـ A زائد فتحة A بـ H. أنا بكون مشتق سلفا. نعم وعوض الـ A بصفر، F الـ H بعوض في عبارة F كل X بـ H، F الصفر وعوض في عبارة F كل X بصفر، فتحة عند الصفر وعوض في عبارة F فتحة كل X بصفر. مع الحفاظ على المساواة التقريبية أحصل على العلاقة واحد زائد H أس R يساوي تقريبا واحد زائد R H، وهيك احنا بنكون قدمنا لجماعة الفيزياء علاقة بيرنولي.